علشان نعمل بقى وصفتنا الجديدة آخر حاجة للنهاردة. هنعمل فطاير بالنوتيلا، فطاير لذيذة جدا 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 جدا، ومقلية وجواها موز وحركات. عشان نعمل الوصفة دي عايزين كوباية ونص دقيق، عايزين نص معلقة كبيرة خميرة، بيضة، 2 معلقة كبيرة لبن بودرة، معلقة صغيرة سكر، وعايزين مية للعجن. تمام، هناخد كل المكونات بتاعتنا. هناخد المكونات الجافة، مفيش حاجة قبل حاجة، يعني كله على بعضه كده وبنخلطه، والخميرة، وعندنا البيضة، وعندنا طبعا 3 معالق كبيرة من الزيت، يا زيت يا زبدة، يعني زي ما تحبوا. 3 معالق كبيرة زيت، 1 2 3. هنخلط بقى الكلام ده كله مع المية لغاية ما تبقى عندنا عجينة حلوة كده، شوية مية، ونبتدي نخلط. هسيبها بقى تختلط واروح انا اغسل ايدي. مش يفضل، هو لازم انها تقعد لغاية ما تختمر، بس احنا هنشتغل فيها طبعا على طول علشان خاطر التصوير، بس هي لازم تختمر. يعني النسخة اللي احنا عاملينها متخمرة كويس العجينة. هنحط بس شوية دقيق، خليني اروح اجيب النشابة. شايفين اهي دي، المفروض نسيبها تختمر تقريبا ساعة وبعدين نفردها ونبتدي نشتغل فيها. وشايفين اتعجنت كويس جدا اهي زي ما انتم شايفين. نجيب النشابة واجي لكم حالا. نفرد بقى العجينة بتاعتنا. انتوا عارفين بعد ما عملت العجينة دي فكرت في ايه؟ ان احنا كان ممكن عملنا العجينة بتاعت البغاشة. بتهيألي لو كنا عملنا عجينة البغاشة وحشيناها بالحشوة دي كانت هتبقى لطيفة جدا. طيب احنا كده فردنا العجينة بتاعتنا اهي زي ما انتوا شايفين، بس طبعا زي ما قلتلكوا انتوا لازم تسيبوها تختمر، تكون كتير لذيذة وصغننة كده ودمها خفيف. هناخدها نحط لها بس شوية كده من السكر البودرة. سأجيب المصفى، المصفى فين؟ اهي، حطيت معاها انا اكسترا نوتيلا، وحطينا فراولة عشان اللي حابب. Mm-hmm.